الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد ولك الشكر حتى ترضى. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأنا هذه هدية واصلة، ورحمة نازلة، وبركة شاملة، مقبولة منا إلى حضرة نبينا وسيدنا وسندنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وإلى حضرات أصحابه البدريين واللحديين والخندقيين وتبوقيين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين، وإلى حضرات سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها، من إنسهم وجنهم، اللهم زد لهم شرفا على شرفهم، وفضلا على فضلهم، وكرامة على كراماتهم لديك. اللهم أفض علينا من فيوضاتهم، وأمدنا بمددهم، واحمنا بحمايتهم، واحفظنا بحفظهم، وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بحقوق هؤلاء الشرفاء الكرماء المذكورين، يسر عسيرنا، وسهل أمورنا، وقل حوائجنا، واشف مرضانا. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. وإلى حضرات من ماتوا منا من جهة آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وسائر أقربائنا، اللهم اغفر لنا وإياهم، اللهم ارحمنا وإياهم، اللهم أدخلنا وإياهم الجنة، وأعذنا وإياهم من عذاب القبر ومن فتنة ومن عذاب النار. اللهم اجعلنا وإياهم من أهل الجنة، ولا تجعلنا ولا إياهم من أهل النار. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.